بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد أزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها، وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة الأوفياء في كل مكان، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة، وهي إن شاء الله ستكون صلاة السيف القاطع بسورة الأنعام لاستجابة الدعاء وقضاء الحاجة، فتابعوا معي الحلقة على بركة الله. هذه الصلاة سماها مشايخنا الأبرار بهذا الاسم لما وجدوا فيها من أثر سريع لاستجابة الدعاء وقضاء الحاجات وبلوغ المراد وللخروج من الأزمات والشدائد. فسبحان الله، هذه الصلاة بالطريقة التي سأشرح لكم لها سر جليل وعظيم لمن يريد الانتفاع به والاستعانة به على هموم حياته، شرط اليقين التام والإخلاص والالتزام بوقتها الصحيح الذي أوصانا به مشايخنا الكرام، لأن أيضا الوقت له سر في الاستجابة. فوقتها الصحيح كما أوصى مشايخنا هو ليلة الجمعة، بمعنى الخميس ليلا في منتصف الليل. تتوضأ وتلبس ثيابا طاهرة، والأفضل أن تختلي بنفسك في غرفة لوحدك، ثم تصلي لله ركعتين قضاء حاجة بالنية التي تريد. تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وبعدها سورة الأنعام من أولها إلى آخرها، ثم تعيد القراءة من أول سورة الأنعام إلى الآية 93 وهي وكنتم عن آياته تستكبرون. هنا تتوقف، تركع وتسجد، وبعدها تقوم للركعة الثانية. في الركعة الثانية تقرأ سورة الفاتحة وبعدها سورة الأنعام من الآية 94، لأنك كنت توقفت في الآية 93 في الركعة الأولى، فهنا تستأنف في الآية 94 إلى آخر السورة. بعدها تركع وتسجد، ثم التشهد والسلام المعروفين يعني في الصلاة، وتبقى في مجلسك، يعني أنك بعد السلام تبقى في مجلسك وتصلي على النبي وعلى آله بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 1000 مرة، تكرر هذه الصلاة 1000 مرة، وبعدها تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرض والشمس والقمر المنير، يا عصمة البائس المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكسير، ويا قاسم كل جبار عنيد، أسألك وأدعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المضطر الضرير، وأسألك بمقاعد العز من عرشك ومفاتيح الرحمة من كتابك الكريم وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة أن تغفر لي برحمتك وترحمني وتسترني وتكشف همي وحزني وغمي، وتغفر لي ذنوبي، وترزقني توبة خالصة وعلما نافعا ويقينا صادقا، وتكفيني شر الدنيا والآخرة. اللهم فرج عني همي واقض حاجتي، وهنا تذكر حاجتك. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وكاشف الغمة وهادي الأمة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان هذا هو نص الدعاء الذي تدعي به في الأخير، وبإذن الله الرحمن الرحيم تجد ما يسرك من استجابة دعائك وقضاء حاجتك، وهي تصلح لجميع الأمور كيفما كانت،
وطبعا بما أن صورة الأنعام هي من الصور الطويلة وأغلب الناس لا تحفظها، فإنه يجوز أن تقرأها في صلاتك ومن المصحف، يعني أنك تحمل المصحف في يديك وتقرأها أثناء صلاتك. وكما شرحت في بداية هذه الحلقة، فإن وقتها الصحيح هو الخميس ليلا بعد منتصف الليل، يعني ليلة الجمعة. وطبعا ستردني أسئلة هل يجوز أن أصليها في أي وقت آخر؟ فهي صلاة نافلة، يجوز لك أن تصليها في أي وقت آخر، رغم أن يعني مشايخنا أوصوا بهذه الوقت بالذات لأن فيها سرا عظيم للاستجابة. كانت هذه أحبابي في الله هي فائدتنا لهذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها وأن يستجيب دعواتنا أجمعين. أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.